لا تضغطي على حالك، حاولي ترتاحي. تركني روح شوفها احسن ما صباح الخير يا حبيبتي. الله يخليك بابا، خليني اشوفها. بس لا تخلص، خليني اشوف اذا صارت تشبهني. صحيح انه صارت تشبهك شو صغير، بس صارت عم تشبهني زي ما هي. طول ما انت حاطه السماعه دي على ودنك حتسمعي الحفله اللي برا. ازاي قديش كان في حفله؟ ايه ده؟ انت كنت بتتفرج على سيكو سيكو ولا ايه؟ هي حصلت يا انجي؟ سيكو سيكو ايه يا علي بس؟ انت اتجننت؟ امال يعني مضلمه الدنيا وقاعده في الجو الرومانسي ده ليه يعني؟ ها؟ ليه؟ بتفرج على مسلسل العشق الممنوع. عادي، مسلسل عادي بيطلع في التلفزيون. ولما هو عادي ممنوع ليه يعني؟ قصدي ليه الممنوع ده؟ اصلي كنت بكتب عنه تحقيق. تحقيق على علي؟ ما هي ام المسلسلات التركي دي اللي شقلبت حال الستات وخربت دماغهم. يا سلام عليا انا الحبتين دول. لعلمك بقى المسلسلات دي مؤامره معموله من الرجاله على الستات. الرجاله؟ ايوه طبعا، علشان يلهوا الستات عن عمايلهم. طب قولي لي جبتيها ازاي بقى يا فالحه يا مذاكره يا بتاعه المدارس يا فقسانه؟ طبعا تلهوا الستات عن عمايلكم السودا. الست من دول تفضل مسنتحه ومتنحه قدام التلفزيون 24 ساعه، وانتوا بقى هيصه تلعبوا بديلكم زي ما انتوا عايزين. لو انت سالكه الست تفضل مسنتحة وعيالها عمالين يتخانقوا برا قدام التلفزيون وعندهم امتحان بكرة. العيال؟ يا ولاد الكلب. اشتمها، اشتمها ابو عيالك، اشتمها. لا يا علي مش للدرجات يعني،